السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وبألف خير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا رب يجعله عيد سعيد على المسلمين وعلى العالم العربي كله وعلى المسلمين في كل أنحاء بلاد العالم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن طريقة تخزين اللحمة الصحيح وطريقة غسلها وطريقة تهريسها. اللحم غنية جدا بالفيتامينات والمعادن، وأهم المعادن اللي فيها الحديد والزنك. وزي اللحمة ما هي غنية بالفيتامينات والمعادن، بس الكترة من أكلها ضار. الكتر يعني الإنسان ما يكلش من اللحم أكتر من 70 جرام في اليوم أو نص كيلو في الأسبوع. الإفراط من أكل اللحم بيجيب قلب وشرايين ونقرس وسرطان وبيضر الكلى. يبقى لازم ناخد اللحمة باعتدال علشان نتجنب الحاجات الضارة دي. طريقة تخزين اللحمة، بتجيب اللحمة وبتحطها في أكياس بيضة، وبتحط معاها يا إما نوى من البلح، أهو نوى من البلح، من حبات البلح، أو بلح مطحون، بلح بودر مطحون أو نطحناه. بتخزنيه مع، بتحطيه مع اللحمة اللي بتخزنيه، وكمان بتحطي 10% من الدهون مع اللحمة اللي بتتخزن. يعني اللحمة دي ما تكونش منزوعة من الدهون تماما، لازم يكون فيها حوالي 10% من الدهون. وتغلق الاكياس تماما وتحطيها في الفريزر، وبتعيش معاكي من 6 شهور لسنة. ولما تيجي تطلعي كيس اللحمة علشان تطيبيه، المتبقي من ما تبيش ترجعي لحمة فكت وترجعيها تاني، تعيدي تدميتها تاني في الفريزر، لأن هي كده بتبقى في هتفسد. لو هي فكت ورجحتها تاني في الفريزر بتفسد، والبكتيريا بتخشلي وبتبقى غير صالحة للاستعمال. فلازم تكون مغلقة تماما وتكون متجمدة، وتطلعي أول باول وانت بتعملي. أما طريقة غسيل اللحمة، فيه بعض الأبحاث بتقول إن مش ضروري غسيل اللحمة، لأن البكتيريا بتضيع أو بتروح في الطيار. بس إحنا يعني بنحب برضه نغسل اللحمة. فلما تيجي تغسل اللحمة، اغسليها في إناء غويط وما ترتشيش حواليكي على الحوض وانت بتغسل اللحمة، لأن اللحمة بيبقى فيها بكتيريا. وياريت تلبسي جاونتي وانت بتغسلي وبعد اللحمة، وبعد ما تخلصي غسيل اللحمة تحطي الجوانتي في الزبالة وتغسلي المعون اللي انت كنت غسلة فيه اللحمة، وتغسلي الحوض بالمية والصابون علشان البكتيريا اللي بتبقى موجودة في اللحمة. لأن البحث دي لما قال مش ضروري غسيل اللحمة، كان بيقصد ان غسيل اللحمة بأثناء الغسيل بيبقى فيه بكتيريا وبتنتشر في المكان. ادي طريقة غسيل اللحمة. ولما تيجي تطيبي اللحمة، حطي معاها برضو نوى من حبات البلح، علشان النوى دي بيساعد على طياب اللحم، وزي ما قلنا ان هو بيقلل البكتيريا. وكمان خلي اللحمة تغلي في البداية، علي النار في البداية وخلي اللحمة تغلي. وعندي اول غليان اللحمة، وطي النار على هديها وخليها نار هادية، وخلي اللحمة تطيب على نار هادية أفضل من النار العالية، لأن النار العالية بتنشف المية ومتخليش اللحمة تطيب بسرعة، لكن النار الهادية بتخلي اللحمة تطيب معاكي بسرعة. وياريت لما تطيبي اللحمة تطيبيها طياب جيد، لأن اللحمة اللي هي بتبقى نص سوى بتسبب الدودة الشرطية، بتجيب الدودة الشرطية، والدودة الشرطية ديت أعراضها ما بتجيش على طول. وأعراض الدودة الشرطية بيبقى ألم في البطن وترجيع وفقدان في الوزن. فياريت اللحمة نطيبوها طياب جيد علشان يتجنبوا الدودة الشرطية. وياريت
لو عجبكم الفيديو، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تشيروه، ولو تشوفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.